تكوين 21 واهتم الرب سارة زي ما قال وعمل الرب سارة زي ما اتكلم فحبل سارة وخلفت لإبراهيم ابن وهو عجوز في الوقت اللي اتكلم الله عنه وسمى إبراهيم اسم ابنه اللي مولود ليه اللي ولدته ليه سارة إسحاق وطاهر إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام زي ما أمر الله وكان إبراهيم ابن 100 سنة لما اتولد له إسحاق ابنه وقالت سارة الله عمل لي ضحك كل اللي يسمع يضحك لي وقالت مين قال إبراهيم سارة ترضع ولد لحد ما ولدت ابنه وهو عجوز فكبر الولد واتفطم وعمل إبراهيم وليمة عظيمة يوم ما اتفطم إسحاق وشافت سارة ابن هاجر المصرية اللي خلفته لإبراهيم بيهر فقالت لإبراهيم اطرد الجريدي وابنها لان ابن الجريدي ما يورث مع ابن إسحاق فكان الكلام قبيح جدا في عنين إبراهيم بسبب ابنه فقال الله لإبراهيم ما يبقاش قبيح في عينيك عشان خاطر الصبي وعشان خاطر الجارية بتاعتك في كل اللي تقوله لك سارة اسمع كلامها لانه بإسحاق تتسمى لي خلفة وابن الجارية كمان هخليه أمة لانه خلفتك فطلع إبراهيم الصبح بدري وأخذ عيش وقرب بمية وإديهم لهاجر وحطوهم على كتفها والولد وصرفها فراحت وتاهت في صحر كبير سبع ولما خلصت المية من قربة سابت الولد تحت واحدة من الأشجار وراحت وقعدت قدامه على بعد حوالي رمية قوس لأنها قالت ما شوفش موت الولد فقعدت قصاده ورفعت صوتها وعيطت فسمع الله صوت الصبي ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها مالك هاجر ما تخافيش لأن الله سمع صوت الصبي مكان ما هو قومي شيلي الصبي وشدي ايدك بيه لاني هخليه ام عظيمه وفتح الله عينيها فشاف بير ميه فراحت وملت القربه ميه وسقت الصبي وكان الله مع الصبي فكبر وسكن في الصحراء وكان بيكبر رامي قوس وسكن في صحراء فران واخدت لامه زوجه من ارض مصر وحصل في الوقت ده ان ابي مالك وفي كل رئيس الجيش بتاعه قالوا لابراهيم الله معاك في كل اللي انت بتعمله فدلوقتي احلف لي بالله هنا انك ما تغدرش بيا ولا خلفتي والذرية بتاعتي زي الجميل اللي عملته معاك تعمل لي وللارض اللي اتغربت فيها فقال ابراهيم انا احلف وعاتب ابراهيم ابي مالك بسبب بير الميه اللي اغتصبوا عبيد ابي مالك فقال ابي مالك معرفش مين عمل الحاجه دي انت ما قلتليش ولا انا سمعت الا النهارده فأخذ إبراهيم غنم وبقر وإدى أبي مالك فقطعوا هما الاثنين عهد وأوهب إبراهيم سبع نعاج غنم لوحدها فقال أبي مالك لإبراهيم إيه السبع نعاج دي اللي أوهبتها وحدها فقال أنت سبع نعاج تاخد من إيدي عشان تبقى ليا شهادة بإني حفرت البير ده عشان كده اتسمى المكان ده بير سبع لأنهم هناك حلفوا هما الاثنين فقطع عهد بير سبع بعدين قام ابي مالك وفي كل رئيس الجيش بتاعه ورجعوا الارض الفلسطينيين وزرع ابراهيم شجر اسل في بير سبع ونادى هناك باسم الرب الاله اللي ملوش لا بداية ولا نهاية واتغرب ابراهيم في ارض الفلسطينيين ايام كتيره.